رحلت كما بدأت بالفرحة نفسها التي أدخلتها إلى حياة الملايين رحلت، وعلى وقع الأغاني ذاتها التي نسجتها في ذاكرة محبيها غادر جثمان صباح أوتيل برازيليا، وعلى وقع موسيقى أغانيها وصلت صباح الجسد إلى محيط كاتدرائية مرجرجس في وسط بيروت. العسكر الذي لطالما غنت له عزف في هذا اليوم أغانيها. الفنانون الذين عرفوها أو أحبوها كل منهم أدى تحيته لها على طريقته. فقد لبنان ركن من أركان النهضة الفنية. صحيح جاي عزي، بس مثل ما قالت أنه لازم تفرحوا لأنه الموت ما بيحزن. الموت أنا برأيي صحيح يزعل الإنسان، بس الموت واجب على كل على كلنا جميعا. غابت شمس الفن وراحت أم العطاء. كان عمري 8 سنين، كنا نصيف بعلي، كان بيت الشحرورة بعيد عن بيتنا 50 متر. كنت روح أعمل حالي اشتغل بالدكانة حتى أخذ الأغراض أخذ لها لصباح اتفرج عليها، بس حولت المأساة لفرح. أخذت أجازة مخصوص اليوم وجيت طيارة رايح جاي عشان أقضي ساعتين عشان أقدم واجب العزاء لأنها غالية عندنا جدا. صباح لازم دائما كل يوم نتصبح فيها، حتى اليوم عم نتصبح بوديعة. أما التحية الأكبر فكانت من جمهور لطالما صدح صوتها لأجله، بعضهم صفق لجثمانها والبعض الآخر لم يستطع كبت دموعه. أخذوا الريح وأخذوا الليل، أخذوا نهاري وأخذوني. بعجز أحكي يعني أنا، الله يرحمها. لكن شمس لبنان غايبة لأنه هي غابت، لأنه هي غابت. أنا جاي من مصر أنا وزوجتي عشان نودعها، إن صباح صباح أثرت فينا كلنا. أنا تربيت على صباح يعني وأغانيها في أفرح عرس أولادي كله. وصباح التي غنت لكل لبنان جمعت في يوم دفنها سياسييه من مختلف الأطراف. اليوم نحن عم نودع إنسانة تركت بصمة كتير كبيرة بلبنان. ست جمعت بين الفهم والذكاء والجمال. بإذن الله لازم لبنان يرجع على صورة صباح. الخشوع داخل الكنيسة لم تكن رهبة الموت سببه الوحيد، إذ جاء ممزوجا برهبة الجلوس أمام جثمان من كان تواضعها عنوانها الأول. كانت ذروة فرحتها أنها ماتت فقيرة من دون أن تملك أي شيء. مع انتهاء الصلاة على جثمانها حمل على الأكف ليبدأ مشواره من بيروت إلى بدادون. وقبل الوصول إلى نقطة البداية النهاية ودع أهالي حمال ووادي شحرور ابنتهم وحملوا الجثمان باتجاه بدادون حيث ووري الثرى لتعود بنت الضيعة إلى أرضها التي فيها ولدت وفيها تربت وإليها عادت. غدا سيشرق صباح جديد، لكنه صباح تنقصه صباح.